إخواني وأخواتي في كل مكان السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج كلمة اليوم باللغة العربية. وكلمة اليوم هي كلمة منديل المائدة. أما الأولى فقد سبق البيان عنها في الحلقة الماضية، أما الأخرى فهي المائدة وتعني طاولة، أخوان، سفرة. وبتركيب الكلمتين في سياق واحد يصبح المعنى مفرش، وفيما يلي أمثلة على ذلك: منديل المائدة الذي اشترينا أمس جميل، أين منديل المائدة؟ افرش لنا منديل المائدة. تساقط فضلات الطعام على منديل المائدة. طوت السيدة منديل المائدة بعناية. هناك مناديل مائدة مفقودة. تمزق منديل المائدة من وسطه. بكرت منى إلى السوق لاشتراء بعض مناديل المائدة. مشاهدي الأعزاء، إلى هنا أتينا إلى ختام هذه الحلقة، وأتمنى أن ألقاكم قريبا بإذن الله، وأنتم بالصحة والعافية. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.